السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البولارايد سناب هذه عبارة عن كاميرا فورية. الكاميرات الفورية بدأت تنتشر بشكل كبير جدا، وفي شركتين بولارايد وفيجي فيلم. السبب اللي خلاني اختار بولارايد سناب انه سعرها رخيص، 100 دولار امريكي، فيها تقنية طباعة من دون الاعتماد على الحبر، وايضا فيها سرعة في موضوع الطباعة. متوفر منها 4 ألوان، الأبيض الأسود والأحمر والأزرق، ومتوفرة في السوق السعودي والسوق الإماراتي بسعر تقريبي 100 دولار أمريكي. المواصفات الخاصة بهذه الكاميرا: الكاميرا تأتي بدقة 10 ميجا بكسل، فتحة العدسة 2.8، ما في خاصية الزوم، ولا أيضا فيها الفيديو وفيها الفلاش، فيها منظار، وفيها ذاكرة خارجية 32 جيجا بايت، وفيها تقنية الزيرو إنك، واللي أنه تطبع لك الصور من دون الاعتماد على الحبر. بالنسبة للتصميم وجو التصنيع، فتصميمها أنيق، اعتمادهم على مادة البلاستيك المعتم شيء كويس، واللي يقلل من ظهور البصمات. وزنها خفيف 215 جرام. بالنسبة للمنافذ والأزرار، في الجهة العلوية تعطيك المنظار، ويعطيك برضو زر التشغيل وزر الالتقاط، والزر اللي هو موجود في الجهة الخلفية الخاص بالمؤقت علشان تقدر تاخذ 10 ثواني لالتقاط صورة معينة. في زرين، هذا الزر خاص بالإطار، يحط لك إطار على الصورة نفسها، والزر الآخر خاص بالألوان، نوع من أنواع الفلاتر، تقدر تقول انه يعطيك الأبيض مع الأسود والألوان أو العادية وغيرها من هذه الأشياء. الجهة الأمامية من خلال كاميرا الغطاء الخاص بعدسة الكاميرا، وأيضا الفلاش، والجهة السفلية منفذ للترايبود. الشيء اللي لاحظته مع هذه الكاميرا انه لما تاخذ صور فبامكانك تخزنها وبامكانك تطبعها، عندك هذا الخيار موجود، لكن لما تاخذ الصور وتنقلها على الحاسب فتلاحظ ان الجودة فيها ضياع كثير جدا مع التفاصيل حتى مع الاضاءة الممتازة، لكن لما تطبعها على الورق تلاحظ ان الجودة افضل بكثير، وهذا الشيء غريب صراحة. طبعا الجهة الخلفية من خلال هذه الكاميرا فيه نوع معين من الورق لازم تحطه، يعرف باسم الزنك بيبر، يجي بمقاس محدد لهذه الكاميرا 2x3، تقدر تاخذه ب 9 دولار تعطيك 20 ورقة او 25 ورقة بتقريبا، او 25 دولار راح يعطيك 50 ورقة، فبالتالي الامر يعود لي. هل هي مسلية؟ نعم، السرعة الطباعة الصور جدا ممتازة، وكانت تقريبا في اقل من دقيقة. جودة الصور من خلال الطباعة ألاحظ أنها أفضل بكثير من الصور اللي تتخزن بشكل أو لما تتخزن في الذاكرة الخارجية، وهذا شيء غريب، لكن هي مسلية ممتعة للذكرى، تخلي الذكرى أو أنه يبغى يكون عندك ذكريات رحلة صور للعائلة، فممكن تستفيد منها، ممكن تستفيد منها بشكل كبير. المنظار الموجود من خلال الكاميرا يعني نوعا ما مقبول. ف هذا بشكل عام كل ما هو موجود في البولارايد سناب. يلا تشاركونا برأيكم، وش رأيكم؟ هل أنتم تحبون هذا النوع من الكاميرات أو لا؟ شاركونا برأيكم في خانة التعليقات، وإذا عجبك الفيديو لا تنسى تضغط على زر لايك واشتراك في القناة. نشوفكم على خير إن شاء الله، مع ألف سلام.